اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيدين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أثار الله وابن أثاره والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مراتبكم التي عن مقامكم وبازلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمر، ولعن الله أمتان أسرجت وعجمت وتنكبت لقتالك بأبي عند وأمي فقد أجر ومسابك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور عن أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم.